السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. نلتقي وياكم بأول محاضرة إن شاء الله، المحاضرات الإلكترونية، محاضرة التعليم الإلكتروني، وإن شاء الله هي هذه ما تعتبر بديلة من عن المحاضرة الاعتيادية، لكن جدا مهمة بهذا الوقت. إن شاء الله نلتقي بالعافية مرة أخرى وبوقت قصير إن شاء الله بمقاعد الدراسة. شباب، الفصل الأول راح ناخذ الأجزاء الرئيسية اللي تتكون من عندها أي منظومة بالطائرة، كان تكون منظومة وقود، كان تكون منظومة تزييت، كان تكون منظومة هيدروليك سيستم. احنا أي منظومة تتكون من أجزاء رئيسية، هاي الأجزاء الرئيسية راح نتناول الأجزاء هذه، نتناولها بصفاتها بمكوناتها. وأول جزء راح ناخذه هو المضخات، والمضخات المستخدمة بالطائرة. طبعا أول شيء تعريف المضخة، يعني هو أداة ميكانيكية لزيادة طاقة الرفع، زيادة طاقة الرفع للسوائل. طبعا لما نقول احنا بامب، شنو الفرق ما بين بامب وكمبريسر؟ البامب يستخدم لرفع ضغط السوائل، بينما الكمبريسر لمن يستخدم؟ لرفع ضغط الغازات والأبخرة. طبعا المضخات المستخدمة بالطائرة نوعين، النوع الأول نسميه سنترفيوغال بامب، أو ما يسمى بمضخة الطرد المركزي، يسموها سنترفيوغال بامب، مضخة الطرد المركزي. مثل ما تشاهدون تشوفون هذين الصور الثلاثة، وهي أصلا مضخة الطرد المركزي هي عبارة عن مضخة دوران ديناميكي، تستخدم دفاعة اللي احنا نسميها بشارة دفاعة، وظيفتها هي زيادة ضغط السوائل، وذلك عن طريق دفع السائل. وتستخدم مضخات الطرد المركزي عادة لنقل السوائل خلال الأنابيب. طبعا ابسط مثال للبامب هو المضخة او ماطور المي المستخدم ببيوتكم، احنا كلكم ببيوتكم موجودة هاي المضخة، مضخة صغيرة لرفع عمود، رفع ضغط عمود السائل. النوع الاخر من انواع المضخات يسموها البوزيتيف ديسبليسمنت، هذه هم كذلك تستخدم بكثرة بالطائرات. وين مكانها موجودة بالطائرات هذني البوزيتيف ديسبليسمنت؟ تستخدم بالفيول سيستمز، بالاويل سيستمز، واكثر شيء بالاويل سيستمز، قضية التزييت، تزييت المفاصل المتحركة. طبعا المضخات البوزيتيف ديسبليسمنت يسموها مضخات الإزاحة الإيجابية، طبعا تعمل بإزاحة المائع، أي بحجز كمية ثابتة منه، ثم تدفعه إلى أنبوب التصريف. اللي تشاهدوه هو مختلف أنواع المضخات الإزاحة الإيجابية اللي هي تستخدم بكافة أنواع الطائرات. طبعا بها مضخات يسموها مضخات يدوية ماصة كابسة، مضخات لولبية، مضخات ذات تروس. طبعا هذه هي أغلب المضخات الإزاحة الإيجابية. نعم، طبعا الفرق ما بين البوزيتيف ديسبليسمنت بامب والسنترفيوغال بامب اكو فروقات كثيرة، وطبعا لابس احنا خنكون انه نمهد انه واحدة من الأسئلة اللي تجيكم انه شنو فائدة البامب، شنو العمل البامب، او شنو الفرق ما بين البوزيتيف ديسبليسمنت بامب والسنترال فيوغال بامب. طبعا البوزيتيف ليس بريشر، الدفع مالتها دفع قليل، ضغط قليل، بينما بالسنترفيوغال بامب جنريت فلويدز وذ هاي بريشر. بالنسبة للبوزيتيف عندنا يوزد فور جراوند ليفل سبلايد، يعني بأرضية لأرضية، يعني مو من أرضية إلى الأعلى مثل ما موجودة بالسنترفيوغال. The ability of lifting fluid for high altitude، الارتفاعات عالية يعني بضغط عالي. بالبوزيتيف ايزي اند سمبل اوف كومبوننتس، بينما الاجزاء مال السنترفيوغال كومبليكيتد اوف كومبوننت. بالنسبه للسعر مال البوزيتيف هي تشيب، رخيصه، بينما السنترفيوغال بامب اكسبنسيف.
البوزيتيف ديسبليسمنت الكفاءه مالتها قليله. احنا الكفاءه شنو؟ كفاءه انه ايش قد الباور مالتك الكهرباء تحول الى ميكانيكيه. فلو افشنسي بالنسبه بوزيتيف ديسبليسمنت من 30 الى 60%، بينما بالسنتر بامب هاي افشنسي من 60 الى 80%. بالنسبه للبوزيتيف ديسبليسمنت ديلز only with the fluid of low viscosity، بينما بالcentrifugal لا low and high viscosity fluid viscosity. The positive work with low energy يعني power قليل، بينما هنا بالcentrifugal pump تستهلك طاقة كبيرة. بالنسبة للpositive حجمها يصير small وبسيط، صغير وبسيط، بينما بالcentrifugal لا كبيرة ومعقدة. صيانة البوزيتيف جدا سهلة، بينما صيانة السنتر بيكر بوم تصير معقدة. هذا الفرق. زين، الآن لو أريد عندي مضخة، مضخة موجودة بفيول سيستم أو أويل سيستم أو هيدروليك سيستم موجودة في داخل الطائرة، والطائرة دا تشتغل على بالجراوند. زين، شلون اعرف انه هذه المضخه هل هي صالحه للاستخدام ام لا؟ طبعا هذا الحكي يد تشتغل. فاول شيء خاطر نعرف صيانه المضخات، اول شيء always investigate the exit fluid outlet، لازم نتحرى انه جاي يطلع عندي outlet fluid ولا لا. البي checking valve safety verification، طبعا مثل ما قلنا اكو هو المنظومه مو بس تحتوي على بمب، تحتوي على كذلك فالفز، فلازم اشوف صمامات الامان هي هي تعمل، هل هي تعمل بانتظام ام لا. هل لانه صمام الامان هي قبل الربط مالته قبل البمب، فاحتمال بالصمام اكو خلل ما جاي يخلي البمب يشتغل. بعد سي تشيك اب ذا بمب بلمب بيريودكلي، اشوف الخروج مال السائل هل هو بشكل متقطع، هل هو بشكل مستمر. نعم، الدي check up the sound of pump work and ensure if there is noisy ground noisy sound after the pump works. طبعا هذا جدا مهم، يعني واحدة من الأمثلة اللي اعطيتكم اياها انه اذا عندي بولبرين موجود بمحرك السيارة، زين ايش مدرين يا بولبرين اللي هو دي يطلع صوت، هل هو بولبرين كرانك شيفت، هل هو بولبرين مال التبريد، هل هو بولبرين مال الهيدروليك سيستم، هل هو بولبرين مال مروحة التبريد، هل هو بولبرين مال الداينامو. فأبسط شيء على مود نعرف الساوند وين صاير، اخلي اذا الساوند جدا عالية مال البامب معناته هذه انه شنو، اكو خلل، اكو خلل موجود، اكو خلل ميكانيكي موجود بها. زين الاي never to leave pump working for very long time continuously، طبعا المضخه ما يصير انه نشغلها لفترات طويله، ولذلك مثلا بالمنظومات مال المنظومات الوقود، منظومات التزييت اكو مضخات مساعده يسموها مضخات محوريه auxiliary pump، تساعد انه هذه الاكزيلر بامب اقدر اطفي وحده اشغل الثانيه، اريح الاولى اشغل الثانيه وهكذا. زين تشيك اب ذا بامب بيستون بيريديكلي، اذا كانت المضخه هي مضخه مكبسيه فلازم دائما يعني استمع للمكبسيه، هل ان اشوف هذه المكبسيه خب ما بها نضوح، ما بها نضوح، الاستمرار التدفق مستمره. نعم، هذه طبعا من A إلى F هي حقيقة أهم النقاط الأساسية لصيانة المضخات. نعم، نجي إلى قضية الفالفز. الفالفز مثل ما نعرفه هو شنو؟ هو عبارة عن الصمام يعني جزء جدا مهم، وهو جزء مهم وفعال بالنظام نظام الوقود، نظام التزييت، نظام الهيدروليك بالنسبة للطائرة. طبعا الصمام هو جهاز يقوم بتنظيم جريان الماء اللي غالبا ما تكون طبعا او جريان المواد، اسف جدا، هو جهاز يقوم بتنظيم جريان المواد، وهاي المواد ممكن تكون غازية او سائلة او صلبة
او صلبه او مسيله، زين صلبه مسيله، وذلك عن طريق فتح او اغلاق او فتح جزئي من اجل تسهيل او اعاقه الجريان ضمن الانابيب. وطبعا من غير الممكن عمل الصمامات بدون وجود الانابيب المتصله بها. هو الصمام يحتاج له انبوب. نعم. الانابيب طبعا انواع، عندنا انابيب يسموها النون ريتيرن فالف اللي هو انابيب الاتجاه الواحد، وده تشاهدون الصور هذني، يعني صور كثيره اللي يصير صور تقريبا لصمامات ذات اللي يسموها الصمامات اللا ارجاعيه، يعني وين وي. النوع الثاني من انواع الصمامات يسموها صمامات الامان. صمامات الامان صمامات جدا مهمه، وصمام الامان هو صمام الى اليه عمل تقوم بشكل آلي تلقائي بتحرير المواد مثل البخار، المرجل، الغلاية أو أي وعاء ضغط أو أي نظام آخر. وأبسط مثال إلى قدر الضغط مال الطبخ، قدر الضغط عندك السخان، السخان الكهربائي الموجود ببيوتكم هم كذلك موجودة، أكو بعض السخانات موجودة، هذا صمامات الأمان الموجودة به. عندنا الفاكيوم فالف. الفاكيوم فالف هو الصمام حقيقة، هذه الصمامات تستخدم للحفاظ على ضغط منظومة داخلية. مثل ايش؟ وين نستخدمه هذا؟ نستخدمه بمنظومات التبريد. منظومات التبريد بها فاكيوم فالف. ليش؟ لأن منظومات التبريد تعمل بتحت ضغط منخفض. عندنا نوع اخر من الفالفات اللي هو بلوكج فالف، وكلكم موجوده طبعا. هذا البلوكج فالف عباره عن صچمه مفتوحه من طرف، ممكن غلق جزئي او غلق كلي او فتح كلي لمرور السوائل او الغازات، وموجوده طبعا هذه شائعه الاستخدام في البيوت. الجزء الاخر المهم جدا هو الانابيب. طبعا الانابيب هو جزء أساسي ومكون أساسي لأجزاء المنظومات الطائرة. والأنابيب حقيقة لها أربعة أنواع، يا إما أنابيب من الربر بايب اللي هي أنابيب مطاطية، أو أنابيب بلاستيكية، أو أنابيب معدنية، أو أنابيب مركبة من مطاط زائدا معدن اللي تشوفون هسه حاليا تشوفوه، هو هاي مركبة كومباوند. طبعا الكومباوند لأنه هنالك تستخدم أو منظومات الموجودة، منظومات التزييت، منظومات الوقود، منظومات الهيدروليك سيستم بها ضغط عالي، فاللي بها ضغط متوسط نستخدمها الأنابيب المركبة، أما الضغط العالي جدا لا، هذه نستخدمها الميتال بايب. الميتال بايب اللي هذا، شوف هاي الأجزاء ميتال بايب. نجي بعد للقضية الأخرى المهمة اللي هي الجزء المهم كذلك من المنظومات، هي الفلاتر. الفلتر جدا مهم، المصفى أو المصفي. طبعا الفلاتر هم تنقسم إلى أربعة أنواع، هم كذلك عندنا فلاتر معدنية، فلاتر نسيجية، فلاتر ورقية، وكذلك فلاتر مركبة. والفلاتر لها عمل جدا 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 ضروري، خاصة لتصفية الوقود الطائرة، لتصفية الهواء، كذلك الهواء في داخل كابينة القمرة القيادة وقمرة المسافرين، زين، وتصفية كذلك الزيوت. فجدا جدا مهمة قضية الفلترة. لو تلاحظ انه واحد من الانواع الفلاتر اللي هي فيول سيستم فلتر، او هذا جدا مهم. طبعا جدا جدا مهم استخدام الفلاتر في منظومة الوقود، وان شاء الله بالفصل الثاني راح نشوف لما نروح على منظومة الوقود نشوف شلون الضرر الموجود مع الوقود، ونشوف شنو ما هي يعني أهمية هذا الوقود بعد ما نشوف صور للملوثات العالقة في داخل الفلتر الوقود. طبعا اكو نوع من انواع الوقود، اكو النوع العفو من انواع فلاتر الوقود. النوع الاول اللي هو يصفي اذا اكو شوائب اكبر من
100 مايكرون الشوائب الستين، واكو يصفي شوائب اصغر من 5، يعني هنا ما يعبر، اللي اكبر من 100 مايكرون ما يعبرها هذا اللي هنا، اللي هنا نسميه احنا الفلتر ما يعبره. اذا اصغر من 25 هم كذلك ما يعبره، يعبر اللي اكبر وهكذا. فعندنا نوعين من انواع الفلاتر الوقود المستخدمه، ولو تلاحظون هنا عندنا البافل. البافل هو عباره عن شلون بالضبط، عندك قرص وبي مثقب، قرص معدني وبي مثقب، هذا البفل زين. كذلك هذا شنو هذا فائدته؟ هذا فائدتك اذا اجى الوقود بي شحنات كهربائيه، وبعدين نتعلم هسه بالفصل الثاني نشوف شنو منين تجي هاي الشحنات الكهربائيه. اذا اجت الشحنات الكهربائيه هذا البفل المصفي، هذا المصفي يسحبها ويهربها. نعم. النوع الآخر من أنواع الفلاتر المستخدمة هو فلاتر الهواء، وجدا مهمة طبعا. أكو عندنا نوعين من أنواع فلاتر الهواء المستخدم بالطائرات. النوع الأول يستخدم لتنقية الهواء من الرطوبة ومن قطرات الزيوت، والنوع الثاني يسموه كرونيك فلتر، يستخدم لتنقية الهواء من الشوائب الستين زين، and to ensure دراي اير ديليفري، خاصة وين موجودة هاي تو انشورينج دراي اير ديليفري، بمنظومة التكييف الهواء داخل قمرة القيادة وقمرة المسافرين. نعم. نشكركم شكر جزيل شباب، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة باذن الله. شكرا جزيلا، اتمنى انه استفاديتوا من هذه المحاضرة. شكرا جزيلا، مع السلامة شباب، وان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع، وان شاء الله نلتقي بالمحاضرة ان شاء الله قريبة جدا في داخل القاعة الدراسية في الكلية التقنية الهندسية نجف. مع السلامة شباب، في امان الله.